مساء الخير على اغلى الجمهور، مساء النور على اوفياء قناه الشروق، اوفياء هذا البرنامج اللي تابعونا ويسنانا يوميا في هذا البث المباشر اللي يخدمهم بوصفات اقتصاديه، وصفات كذلك رائعه، وصفات هما طلبوها منا انهم تكون حاضره في البرنامج. دائما متواصلين معكم في هذا البث المباشر وحيرافقكم يوميا يعني طيله الاسبوع ما عدا يوم الجمعه. ان شاء الله البارح يوم الجمعه ربي يتقبل منكم صلواتكم وعبادتكم، وان شاء الله دائما نقعدوا متضامنين مع القضيه الفلسطينيه وما نسيتوش اخوانكم الفلسطينيين بالدعاء، فالنصر يا رب عن قريب، وان شاء الله نسمعوا اسمع الخير وربي يكون معاهم وربي يقويهم ويقدرهم دائما في محنتهم. نبدا معكم برنامج اليوم ولا برنامج الو شاف في هذا الاسبوع. يوم السبت حاضر معكم دائما الشيف ناديه، الاثنين حاضر معكم شيف بشرى، الاحد عفوا شيف بشرى، الاثنين شيف ام فارس علي كريمه اللي تخدموكم كامل يخدموكم باطباق رائعه، وكما تعودتوا يعني كل يعني ثلاث ايام الوالا لي تخوا شيف، ومن بعد الثلاث ايام اللي بقاو كذلك لي تخوا شيف يخدموكم. على بالكم دائما انه هناك سؤال راح نطرحوه في هذا البث، وهو سؤال تفاعلي اللي تفاعلوا معه من خلاله تجاوبوا علينا في الرقم اللي هو ظاهر اسفل الشاشه اللي 023 70 92 94. تقدروا تواصلوا معنا من خلال هذا الرقم، وكذلك البث المباشر اللي موجود في الصفحه الرسميه للقناه وين تقدروا تخلوا لنا اجاباتكم وتعليقاتكم وحتى واش راكم حابين تشوفوا معنا. واكيد دائما يوم السبت راح يكون سؤال جديد وراح يكون السحب، والسحب اكيد اللي يفوز معنا ولا اللي تفوز معنا راح يكون من نصيب هذا الميكروند المهدى من علامه براند لكل فائزه او فائز معنا في البرنامج. يعني راح تشاركوا وتستفادوا من الوصفات وما تزيدوش تروح ما تروحوش يديكم فارغين، اكيد راح تربحوا هذا الميكروند. والمسابقه يعني راهي طيله العام، فان شاء الله تكون الحظ يساعدكم جميعا. وانا كان عليا يوميا يعني نمد ميكروند هكذا باش يكونوا كامل الاحباب وكامل اللي يتفرجوا هذا البرنامج، خاصه الناس المحتاجين انهم يستفادوا من هاد الهديه، فربي يقدركم ان شاء الله ويوفقكم. قبل ما تلتحق بيا زميلتي ناديه نحيي كل الفريق اللي يعمل معايا مساء اليوم. خلوني كذلك نذكركم ونخليكم تشوفوا هذه الطاوله الرائعه المزينه بالحلويات، ربي يحلي ايامكم دائما الكل المشاهدين. بيدرو من فضلك اذا تقدر يلا تعطيني الصوره، صوره امامكم هذه الطاوله الجميله اللي راكم تشوفوا فيها هذه ليفيغي نتاع الشوكولا، كذلك هناك كيك راه مخبي هكذا راه ماهوش يبان لكم، راح في يلا راه يبان الكيك الرائع بديكور ولمسه الشيف ناديه. يلا اذا كاين اتصال نستقبل اتصال او مباشره ندير السحب. يلا نبدا لي سبونسور، كذلك نذكر بلي سبونسور اللي حاضرين معنا دائما في البرنامج. نبدا بشوكو دادا كممول انضم الى البرنامج بمجموعه مختلفه من الشوكولا والكاكاو. شفتوا دائما لي شوكولا تاعو نخدموا بهم، واليوم كاين العديد يعني من الوصفات بشوكو دادا الممول للبرنامج. ممول اخر كذلك حاضر معنا لعده مواسم مارغارين ماني في الطبخ والحلويات دائما في كونتوار الو شيف. التحقت المشاغبه ناديه كالعاده سميتك المشاغبه خويا ضحكتيني بس كلام ماشي مشاغبه. لا لا مشاغبه وانا كامل عيطت ما يعرفوش الحقيقه ما يعرفوش الحقيقه المره ما يعرفوهاش. لا لا ضحكتيني بس كليكي بان اب كان بيدرو الياس كان ويت نايت لهم مشاغبين فانضميت الى القائمه جدا الحمد لله. يلا خليك ترحبي بجمهورك. نور مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا، مرحبا بنا معكم في برنامجكم المحبوب والمعتاد الو شيف. اكيد قلت لهم واش راهي يشوفوا الطاوله كيفاش راهي مزينه، وراح نشوفوا واش راهي نشوفوا ناديه اليوم. نديروا دي ترونش شوكولا لا باتيسري شويه. الباتيسري راح في الاقتصادي وسهل ماشي صعيبه صعيبه، انا دائما الباتيسري هي كومبليكي ماشي واعره، شنو فيها كريم فيها جينواز فيها فوالا، هذه شغل شويه سهله يقدروا يديروها دي ترونش كوم يقدروا يديروها خبيزه لي زانيفيرسير ولا دي ترونش بلا موسو شوكولا. لا ميم غوسيت نقدروا نديروا بها دي فيغين، وحنديروا لهم كيك هذا لو داير حاله، هذا المول لو داير حاله كيك كراميل. الكيك رائع جدا وراح نشوفوا المقادير تاعو. يلا نخليك انا تشوفي لنا المقادير وانا راح ندير الخلط وراح نجبد اسم لفائز او فائزه معانا. يلا هذه كتبتي اشوفوا خطي شحال مشي شباب. الفائزه لنا اليوم ام ادم من شلف، ام ادم من شلف. ك
كانت اتصلت بينا، هذه نهاري انا بسيغمون. الف مبروك ليك ام ادم، شوف ان شاء الله تكوني ما يكونش عندك ميكروند، ان شاء الله تكوني فزتي معنا بهذا الميكروند وكنتي فعلا يعني محتاجه هاد الهديه، فالف مبروك ليك. هاد الميكروند المهدى من علامه براند، كما على بالكم احنا كل يعني الاجهزه الالكترونيه هنا تاوعنا من علامه براند، فالف مبروك ليك ام ادم مشلف. شباب تقدروا تصلوا بها سيفاكس اذا عندك الرقم تصل بها، او رضا اللي راهو معنا في الصوت. يلا ناديه نبداو وانا نقابلك منا. اكيد حفظتي شو لي غوسيت؟ ايه بيان سور. ما كيطيبكش ما كيتختارعش. لي غوسيت الو شاف مازال ما بديتش نعاود. تاع طياب قولي لي انت. ايه تاع طياب. باتيسري مشكل. لا لا من المستحيل. انا تاني ما نحبهاش بزاف لا باتيسري. نحب زعما نكون عندي شحال ما درتهاش ونديرها. طيب فتا. انت شاف. ماشي تاع يوميا ما نحبهاش يوميا. واحد انا قلت لك كي ندير الكاطو زعما كي خلاص زعما راح ندير الابداع، عندي حلوه الطبع مسكوت شو ما نزيدش خلاص شغل لحقت خلاص درت كاع. انت اصلا ما تحبيش كاطو، تحبي سالي. انا اصلا نحب لي كاطو سالي. فوالا لهنايا نبداو باللي ترونش شوكولا، لهنايا فيهم لو بيسكوي، فيهم ورم لي ترونش هادو تاع المول. نو راهم في الكونجيلاتور. واجدين ولا يخصهم ديكور ولا مازال ماشي مكملين؟ صح معليش حنا حطيناهم يبردوا فوالا. لي ترونش شوكولا مخبيه، ما تعطينيش وحده ندوقها؟ كون قلتينا نجبدوها الكامل. اي جامده. اسيت. ماشي حاجه. اي هادو لي ترونش شوكولا، هذه اول وصفه رايحين نشوفوها. حندوق قلت لهم ذاك النهار على الوسمو زعما علاش عطيتيني هذيك اللي نقص منها شويه شوكولا؟ قلتي تبيع فينا. افتح لي نشوفوها. هاي ما فوقش ولا كي دايره الحساب تاع الديكور. هاكي على بالك. هاي خلاص مالا نوريها لهم نعاود نرجعها. كوم راهي سخانه دونك جي بريفيري نخليهم في كونجيلاتور باسكو لا موس شويه ديليكات. قلت على الخبز تاع الخطره اللي فاتت اللي عطيتي لي. يبعثوا لي ماشي الخبز اللي درتيه، الخبز اللي عجب سميه يقولوا لي عاودي حطي لنا لا غوزاد. من اروع ما يكون. نعاود ناكدها وناكدها بزاف 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 بنين. والله خرج ديريكتومون شربت بها راحتك. قهوه حليب بزاف بنين. وانا لهنا لا غوسيت واش فيها؟ فيها البيسكوي، فيها هذا يا وشنو. يلا نحي هاد الاسماوت باش نستقبلوا المكالمات. هذه السيغو فيها الكريمه وفيها لو كروستيا. فوالا دونك حنا نبداو دائما بالبيسكوي باش يبرد لنا شويه، وبعد نروحو نخدمو الكريمه، نخدمو اوفيغ اميزيغ سونسيال، نروحو غير بالعقل مقادير مضبوطه. لا باتيسري قلت لكم علاش اون جينيرال ما نحبوهاش، لانه تحرحر باغفوا انا لاتين بالفطور وندورو لا باتيسري تحرحر. لا باتيسري تحب النظام، شغل كيما راني هنا في ليميسيون ما كاين والو قدامي، لي زانغغيديون محطوطين، تحطو كلش المواعين اللي حتخدمو بيهم. دونك شغل باش تنظمولها وتحترفوا فيها، تحب النظام، تحب شغل البال واسع باش تخرج لكم شابه. لا فينيسيون ثاني تحب النظام، الحاله مقيقيه، الميزان، شغل هادو هما العفايس اللي باش تنجح لكم لا باتيسري. وانا لهنا اللي حنديرها لكم سي دي ترونش ساهلين، حاولت من نبسط فيهم قد ما نقدر باش ما نعطولكمش زعما هذوك الصعاب. كاين لي زانغغيديون ما كاش، عندنا لهنا شوكولا صح شويه جيلاتين، هذه مي ماشي حاجه. فوالا دونك لهنا نحطوا الميزان تاعنا ونروحوا للبيسكوي. البيسكوي اللي هنايا فيه 4 حبات تاع البيض، فيه 30 غرام تاع الزيت، فيه لهنا الفانيلا، وفيه 50 غرام تاع السكر، و60 غرام تاع فارينا، و20 غرام تاع كاكاو، واني حنستعمل كاكاو تاع دادا. دونك عندنا 4 حبات بيض، 50 غرام تاع السكر، 60 غرام فارينا، 30 غرام زيت، ملعقه فانيلا، و20 غرام تاع كاكاو. كاكاو راني حنستعمل هذا تاع دادا. فوالا شفتي البقاله. باش نبداو نديرو الاسماوات. بونس نحوس كاكاو هنايا باش ما نحيلهمش هذاك. كاين. يلا للممول دائما شوكو دادا. قلت لهم حنبدا بالبيسكوي، فيه 4 حبات تاع البيض، 50 غرام سكر، 60 غرام فارينا، 20 غرام كاكاو، 30 غرام زيت، والفانيلا. هادو تاع طبقات يعني راهي بيسكوي من بعد شوكولا من بعد بيسكوي شوكولا. هكا كاين واحد لابسه رقيقه الطبقه المقرمشه. انا نشوف فيها لاباتيسكي دوكا كي ناكلوها تحسي طبقه فيها رقيقه تقرمش. هذيك يا ريحه نزيدها لهم فيها. فوالا دوك ندوق ونقول لكم.
لهنا اخاكي سامحتلي فيها. اه بصحتك. لا لا على الديكور، على بالي ومن بعد تبداي تنسي. المهم الديكور والتصوير ومن بعد تبداي تقولي لي قد مره خلينا ما ندير حساب ديكور، ما ندير حساب سوميه. نقول حبه لي الدوقه لازم شوفي هو كلش كامل باش تبان ماكلتك عندي انا كندوق هنايا انا شغل انا الجيوغي ولا لا. انا نحكم على الشيء الخبز ما شافوش حتى هدرت عليها انا. قلت لك قالت لي وحده ماشي الخبز اللي درتي، الخبز اللي داقته سوميه. شغل بعثتيهولي للدار. اه لا قلنا لهنا استعملنا الكاكاو تاع دادا. هاكي جامده شويه انا ماشي حاجه مي صافي. كيما تاع برا بنينه وماشي حلوه عجبتني. لا شوكولا نوار. شوكولا نوار كاسيت الحلاوه تاع الكريمه بال شوكولا نوار. شتي باغفا تشري لاباتيسخي سوميه تقعدي تقولي شنو هذا تاع المحلوه بزاف. نو اصلا انا نشوف بلي لاباتيسري تاع بكري هي اللي كانت تجي حلوه شي شانتي من الفوق دوكا ولا كامل كاين ناكلوها شغل فيها شي سماطه شغل هكايا. ما ياكدوش على السكر بزاف هي كون نقدروا نقصوا السكر. راهي جامده. رضا هي جامده بزاف نخليها شويه تبرد صافي كليت غير من الفوق شغل ما تقسمتليش بيها من الفوق لتحت ما ديتش كامل الطبقات. ما نتقلقوش عليه عندنا ساعه يلا يقولوا لي عندي اتصال استقبلوه نكملوا مع ناديه الوصفه. يلا الو 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 مساء النور. الو مساء النور. مساء النور. اهلا سميه واش راكي لاباس؟ الحمد لله وانت واش راكي؟ والله غير لاباس الحمد لله. انتم وصلتكم الحمد لله. رضا ارفع لي شويه من الصوت في الاستوديو. والله غير لاباس الحمد لله. الحمد لله. شكون معايا؟ أم حسام. أم حسام من مسيلة. أم حسام من مسيلة مرحبا بك أم حسام. أم حسام يسلمك تراكي سمية لاباس؟ سمعي من التليفون أم حسام؟ لا إيه من التليفون. مرحبا بك شو من مسيلة؟ والله لاباس الحمد لله تراكي نتيا. الحمد لله في نعمة الحمد لله يا رب. يلا أم حسام كي تشوفي في البرنامج دائما يعني طيلة الأيام. نعم إيه أنا مشاهدة وفية ومشاهدة وفية. الله يبارك الله يبارك. وكاش ما عندك ربما طبق حبيتي تشوفيه كاش ملاحظة حبيتي تضيفيه؟ نشكر الشيف نادية على جميع المؤسسات اللي راهي قدم لنا فيهم. لا شكرا على واجب. شكرا ليك. صحيتي بارك الله فيك. أم حسام على بالك بلي كاينة مسابقة كاين سؤال في كل. أنا راني حابة نشارك. أها يلا السؤال تاع اليوم واش يقول؟ وشنو هو المكون الرئيسي في لاجينواز؟ واش لازم نديرو يعني واحد المكون ما لازمش نستغناو عليه في لاجينواز وشنو هو؟ عجبك السؤال نادي؟ خلاتيني فرط فجائي والله. أم حسام البيض. البيض شو نسهل لكم؟ أنا سهل البيض. البيض 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 راح نكتب اسمك أم حسام. صحيتي بارك الله فيك. وفيكي بركة. ما تطلبي والو؟ صحيتي تعجبينا بزاف بارك الله فيك. وفيكي بركة أم حسام ربي يحفظك. أم حسام أم حسام. راح نكتبها أم حسام ربي يحفظه لك حسام إن شاء الله. ربي يحفظك سلمينا كامل على لي شيف، شيف بشرى، شيف كريمة، نادية. إن شاء الله تحياتنا كامل ليهم. شكرا لك أم حسام. بارك الله فيك وكامل عمال الشروق. شكرا أم حسام إن شاء الله تكوني عندك ميكرون في الدار؟ ما عنديش ما عنديش. ان شاء الله تفوزي به ان شاء الله يكون من نصيبك. ما عنديش. ان شاء الله يكون من نصيبك يا رب. اول اسم اللي كتبوه باذن الله. باذن الله اختي سميه ربي يحفظك. شكرا لك. شكرا ام حسام. شكرا ام حسام. يلا ان شاء الله تكون محظوظه. انا نحب ماذا بيا يربحوا الناس اللي ما عندهمش خير من الناس اللي ديجا عندهم. يلا البيتخان راهو يدور راحين نعرفوا واش دارت ناديه مكونات في البيتخان بعد ما يكمل. اعطوني فقط الوصفه على الشاشه هكذا باش يقدروا يصوروها. وشنو هاد لي ترونش شوكولا سي سا؟ واش كاين لي ترونش شوكولا؟ اعطيني الوصفه على الشاشه. هذه هي ما هي
ناقص له شي واحد يكون ناقص ربما. ريده نقدروا نهضروا حتى شفنا ديا صوتها واضح. يلا نحكي مع ريده. شكرا ريده. لهنايا درت البيسكوي وجرت 4 حبات تاع البيض، 50 غرام تاع السكر، درت قرصه ملح ولا فاني، واللي دارته يطلع. تعرفوا البيسكوي السر تاع النجاح تاعو البيض يخرج الصباح مثلا حنديرو دوكا نجبد البيض من الفريجيدار، لانه كون يكون البيض بارد في لاجينواز ولا في البيسكوي، البيسكوي ما راهوش رايح يطلع، اللي حنطلعوه في البيتخا حتى يدوب لي البوليم. السر تاع النجاح تاعو البيض يكون دافي شويه ويطلع مليح الخليط، فيه بيض سكر قرصة الملح والفانيلا. كي يطلع لنا مليح نزيد له لهنا عندي 20 غرام تاع الكاكاو وعندي 30 غرام تاع الزيت و 60 غرام تاع الفارينة. يلا نقدروا نستقبلوا اتصال، نقدروا نسمعوها ولا لا؟ يلا حين ناخذوا الاتصال. قلنا اليوم الشيف ناديه خصته للحلويات، كما كنتم تشوفوا الطاوله مزينه واكيد مقاديره مضبوطه، راح نعاودوهم في كل مره. يلا ناخذ الاتصال. وي الو. الو مساء النور. وي سمي. انقطع الاتصال. شكون؟ ام رامي بومرده. شوفي ام رامي راح نكتبك مباشره، ولا قدرتي تعاودي تتصلي بنا انقطع الاتصال تاعها، لا قدرتي تعاودي تتصلي اتصلي هكذا. وما نعرف واش كي حابه تشوفي معنا ربما اطباق ولا، لكن راح نكتب اسمك وتدخلي مباشره معنا في المسابقه. ام رامي من بومرده، صح ما خديتوش الرقم تاعها يعني. ام رامي من بومرده عندكم كلش. يلا هلا. شوفوا لهنا حبست البيتخام، مازال شويه ناقص طلوع صح ما يهمش، انتوما برك في الدار خلوه يطلع اكثر من هكا، هو يعني راهو طلع. شوفوا ما بيش لمن عند الياس. فوالا شوفوا كان غير شويه بيض وسكر، شوفوا شحال طلع لي الخليط ولا جوغ ان موس. هذا هو السر تاع نجاح البيسكوي ولا بيسكوي ولا لا جينواز. لازم نشوفوا هاد الفقاعات تاع الهواء والخفه هاديه وهاد البيوضيه، كانوا شويه تاع بيض مع سكر، شوفوا القوام كيفاش ولا. واش درتي كامل تما؟ فيهم 4 بيض 50 غرام سكر قرصه ملح ولا فاني، نطلعوهم تخي تخي بيان. هذا هو سر النجاح تاع البيسكوي ولا تاع لاجينواز، لازم يطلعوا يدوبلاو لو فوليم، والبيض نجبدوه من قبل من الثلاجه. صح، واللي ما عندوش بيتخان يقدر يطلعوا باتور. بيان سور يشد شويه الوقت، بيتخان يشد لك واحد 5 دقائق، الباتور واحد 8 دقائق 9، سا ديبون لا فيتاس. نبداو بفيتاس 1-2 ومن بعد غير يدور شويه هذاك السكر مع البيض نزيد لا فيتاس ونخليه يطلع. لهنايا واش ندير؟ نروح نزيد الزيت، بصح شوفوا نزيدو هكا باش غير بالعقل جوغ باش ما يخسرليش الخليط. خيط. فوالا. لانه كون نحطو على مره هذيك لاموس جوغ اللي خدمتها راهي رايحه تتخسر لي. فوالا. بعد واش ندير؟ نجيب الفارينه والكاكاو نغربلهم. قرصه تاع الملح مليحه في البيسكويت تعاون باش يطلع لكم البيض. عندي الفارينه 50 غرام درتها، عفوا 60 غرام. ونبدا ندير هكا هذا لو جيست. من برا للداخل باش ما يحبطليش الخليط. انا كنت قادره نزيد نطلعو شويه اكثر من هكا، مي كوم الحس عليكم ما حبيتش نكمل نزيد لو فيت. فوالا. شوفوا لو جيست اللي ندير فيه من لي كوتي وندخل يعني على في طريقه واحده يعني على شكل واحد. يلا كاين اتصال ناخذه مع بعض. الو الو. الو السلام عليكم. الو وعليكم السلام. مساء الخير الاخت سمية. مساء النور، مرحبا بك. الله يسلمك تعيشي، تحية ليك، تحية لكامل اللي شاف لها معاك. شكرا لك، خليني فقط نتعرف عليك شكون؟ أم إيناس من بومرداس. أم إيناس من بومرداس، مرحبا بك أم إيناس وكامل ناس بومرداس. الله يسلمك تعيشي الأخت. يلا وفية البرنامج؟ بيان سور وفية كل وفاء. هاي ندير لك فرد فجائي. السمانة اللي فاتت يوم السبت واش دارت نادية؟ السبت اللي فات كما دارت الأرز المشرقي. هذا الفرد الفجائي اللي ما قلت لك جبدي ورقه مزدوجه. ما جبتيش الباك حبيبتي. السبت اللي فات. تحيه للشيف ناديه يعني الله يبارك، ام فارس عالي، الشيف بشرى. يبارك فيك حبيبتي، يبارك فيك. يلا تطلبي كاش وصفه حبيتي تشوفيها؟ لا لا يعطيكم الصحه ولا راكم مكفيين وموفيين والانسان نحبوا نديروا تحيه لاهلنا في غزه. اكيد رب العالمين ان شاء الله يوقف معاهم ان شاء الله. والانسان هذه الدنيا ما متحمسيش كما نقولوا على المال ولا الجاه ولا الانسان يتهلا بزاف في والديه، وكما يقولوا الانسان جست
على هذا الشهر نفقت أعز إنسان ليا ليا الوالدة تاعي حبيبتي. وما نقدر نطلب والو من الدنيا. الإنسان يشبع من والديه حبيبتي يشبع ربي. من والديه قد ما كان الحال. أم إيناس أم إيناس نعم. كلنا نموت وواحد ما راح يبقى بصح الإنسان أنا بالي باللي بقضاء وقادر والناس كما يقولوا يقدروا بصح الوالدين كي تفقدي أعز ساند ليك للحياة ما عندك حتى شيء ما تحوشي لا على المال ولا على الجاه ولا على الوظيفة ولا الأم هي السند صح الأم هي الحياة الأم هي الإنسان اللي مازال ما فقدش يماه أني نطلب من الشعب كامل يشبعوا من يماهم ما كاش قد الأم ما كاش قد الأم والأم صدقيني بالله إنك تفقدي يماك إنك تولي ميتة في الحياة ما قدرش نستوعب حياتي بلا الأم تاعي ونطلب من خالتي إن شاء الله إن شاء الله يا ربي يصبرهم هذا ما كان هي كانت الأم تاعنا هي الأب هي الأخ هي الأخت ونقول له ياسر خويا يا ربي يا ربي إن شاء الله يعوضك من خير أنا أختك هنا على بالي بلي ما قدرتش كلمات لي نطلب من الناس اللي عندهم مشاكل هكذا يتقربوا من والدي كاش قد الأم صدقيني بالله يا سمية أختي أنا حاسة بك أمي خويا نوجه لك تحية ونوجه لخالتي لخياتي نقول لهم باللي هذه قضاء وقدر وربي كبل أنا الحمد لله على كل شيء يا ربي قدر لها العملية تاعها ما تنجح مي الإنسان مانيش نحوس على وظيفة مانيش نحوس على حياة ربي يصبرني ويصبر خوتي إن شاء الله يا رب إن شاء الله أم إيناس أم إيناس كان الإنسان ما كان الحال عنده ظروف ويشبع من والديه أم إيناس شوفي سمعيني ما كاش ما عزم الوالدين ما كان حتى عفسه يعني اعز منهم ربما الاولاد لما يكونوا عندك اولادك وربما تفضلي والديك على اولادك فشوفي نقول لك ربي يعطيك صبر وربي يرزقكم صبر ماشي حاجه سهله وكما يقولوا ناس بكري ما يحس بالجمره غير اللي عفس عليها لانك احساسك لك حساته انت بالك ماهوش حساته انا بصح يعني الحقني يصبرك الناس وصح تقولي بالك نقدر نصبر بصح النهار اللي يجوز خير من اللي راه ما تقدريش تنسي الام واحد ما يعوضها بالك عندك الزوج بالك عندك البيت بالك عندك الاخ بالك عندك الاولاد بصح يماك يتكذب عليك واحد ما يجي في بلاصتها وانا ماشي الانسان هذا ما الانسان كما يقولوا المال تاعو في الدنيا وشنو يشبع من يماه الأم هي الصح الأم هي الحنان هي الحياة شوفي أم إيناس حبيبتي أم إيناس شوفي الوالدين الاثنين الأب والأم في زوج نتهلاو فيهم في زوج نشبعوا منهم في زوج ندو دعاوي الخير من عندهم قد ما نقدروا ربي ان شاء الله شوفي ديجا هي جابت ذريه صالحه فشوفي كي راكي تبكي عليها وكي متفكرتها وكي حزنانه عليها فاكيد كانت ام طيبه وام صالحه وام تربيته من عندها وديته الحنانه وديته كل شيء لكن الله سبحانه وتعالى يعني اعطانا يعني ما لازمش يعني نحزن ولا يعني تحبس الحياه كل شيء يستمر لما انت راكي تبكي على الوالده تاعك اكيد انا حاسين بك وقلبنا يتقطع معك ام ايناس وكم بصح تفكري اخواننا في غزه الحمد لله تفكري انتم ربما خلاتكم كبار وراكم باب دياركم كي تقولي باللي خاوتي وبكاو عليها وراهم كبار شتي غزه مساكن شتي وسرى فيهم شتي وسرى في اخواننا في ليبيا ايماجين انت ترقدي من بعد تنوضي بيبي صغير ما يلقاش باباه ما يلقاش يماه ما يلقاش عائله تاعو ما يلقاش حوايجو يمشي بالحفه ما عندوش واش ياكل ما عندوش وجبه ما عندوش فدائما لما يكون عندنا ضرر واذا تكون عندنا حاجه تألمنا نشوفوا دائما الناس اللي ربما ما تحت منا ما نشوفوش ناس ربما عندها واكيد عندها يما وعندها بابا ويتلاقى ولا شوفوا الناس بيبي صغير ربما احنا كبرنا ما نقولش ماناش حاجه بالوالدينا لكن نبقى بحاجه ليهم حتى يعني نكبروا في العمر نكونوا شيوخه ونستحقوا بابا ونسحقوا يمات في حياتنا لكن دائما نشوفوا الاكثر ضرر منا شوفي اخواننا في فلسطين كيفاش ولا وتستمر الحياه وهذه هي سنه الحياه هذه هي سنه الحياه كل من عليها فان يعني كلنا رايحين نروحوا لهذاك المكان ادعي لها بالدعاء ما تبكيش بالعكس ادعي لها وصلي وصدقي عليها هذا احسن الان هي راهي في خلاص ماتت ربي يرحمها ان شاء الله ويجعل مثواها الجنه يا رب
فأهم حاجة ربما اللي تلحقيها لها دوكا يقول لك والد صالح وعمل يخدم عليه. فالوالد الصالح ادعي لها بالدعاء إن شاء الله اللي يلحقها، صدقي عليها وتفكريها بأشياء جميلة، ما تحرقيهاش كما يقولوا بدموعك، ادعي لها ربي يغفر لها وربي يرحمها وربي يجعل إن شاء الله مثواها الجنة يا رب، ويرحم جميع الموتى. ما كيش وحدك، ما كل يعني كل واحد فينا ربما معرض لهذه، وكامل كما قلت لك كله من عليها فان. فربي يعودك إن شاء الله صبر، إن شاء الله ربي يعود محبتها صبر يا رب، وربي يقدركم إن شاء الله. أهم حاجة قعدوا متحدين أنتم الإخوة، لأنه الحاجة اللي أنا نشوفها الآن لما يروحوا الوالدين يتفرقوا الإخوة، فأهم حاجة ربما اللي تخلوها لها باش تكون هانية كما نقولوا في قبرها، اقعدوا متحدين وقعدوا هكا تحبوا بعضكم الخاوة إن شاء الله. اللهم أمين. وربي يصبرك أم إيناس إن شاء الله. إن شاء الله اللهم أمين. تحية لشيف نادية عبدالرين، الشيف نادية إن شاء الله تكمل الحصة بخير على خير إن شاء الله. وإن شاء الله نطلب الدعاء برك، ونطلب الناس اللي ماهيش قريبة من والديها، شبع من والديها مكش قد الأم، إن شاء الله ربي يصبر كل مؤمن، إن شاء الله ربي يشفي كل مريض، ونعتذر الشيف نادية ربي إن شاء الله تكمل الحصة بخير على خير. نعتذر كاع بالمشاهدين. شكرا لك أم آدم، شكرا. يدعي الله بالرحمة والمغفرة. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. نعتذر أختي يا ربي يكملكم على خير إن شاء الله. شكرا لك، شكرا أم إيناس، شكرا حبيبتي، ربي يصبرك إن شاء الله وربي يرحمها وعظم الله وأجركم ويجعل مثواها الجنة، وربي يرحم كامل موتانا موت المسلمين يا رب. يلا أم إيناس حنكتب مباشرة اسمها. دائما ناخذوا العبره وناخذوا الناس اللي ربما ولا الدراري ولا احنا رانا صغار ربما منين داك نغلطوا نايفوا الوالدين، الوالدين عمرهم ولا يتنايفوا ولا نزعفوا منهم. اكيد لما يكون الوالد غلط ولا الوالده غلط ماشي يعني عيب انك تنصحوا، لانه نصيحه تتدى من عند صغير من عند الكبير، لكن ما تحاولش انك ربما تزعفهم. قال لك ولا تنهرهما ولا تقل لهما اف. ف يعني كل هذه الاشياء موجوده في القران، فقط احنا ربما لضيق الحياه ومنين داك المشاكل تاع الخدمه ومشاكل ربما واحد يكون متزوج وزوجه، لكن تبقى الام والاب واحد ما يعوضهم، ما راح تعوضهم لك مرتك اللي تقول لك نايف والديك، وما راح يعوضهم لك راجلك اللي يقول لك ما تروحيش لوالديك. يبقاو الوالدين اهم شيء. انا والله يعني صدقوني يعني والدي يقبل اي شيء، وكيما نحب لنفسي نحب لزوجي، وكيما تحبي ليك انت يا حبي لزوجك، وكيما تحب ليك انت يا حبي لزوجتك. فان شاء الله ربي قدرنا دائما، وندوا دعاوي الخير من عند الوالدين ومن عند كل الناس، ماشي عيب يعني انه نداركوا اخطائنا. يلا ام ايناس راح نكتبها. ناديه نكمل معاك الوصفه. درت يلا يقولوا لي عندنا فاصل. نروحوا على فاصل صغير مشاهدينا، اول فاصل اشهاري لي البرنامج ونعاود نوليو. يلا عاودنا ولينا لكم بعد هذا الفاصل الصغير. كلنا وقلوبنا وكل الفريق هنا بعد هذا الفاصل كنا متضامنين معاك ام ايناس، ربي يرحم موتاكم، حتى ربي يرحم ام والد زميلنا، والدة زميلنا فاروق اللي يعني حتى هو قاعد يعني في القاعه. فربي يرحم كم ميماتكم واللي عندهم والديهم، ربي يشدهم لهم. واحد ما خير والديه، واحد ما يقدر يصبر على والديه، هادو هما، هذه هي سنة الحياة. فربي يعوضك إن شاء الله إيناس، أكيد وتستمر الحياة دائما. ربي يكون مع إخواننا في غزة، في الأطفال اللي راهم محرومين وفي الشوارع وما عندهمش أهل وما على بالهمش وراهم، وكل الجزائريين تضامنوا معاهم انه يوقفوا معاهم ويتبناهم، حتى يعني تبني يعني اصبحنا نقولوا نقدروا نتكفلوا بهم، تبني حرام لكن نقدروا نتكفلوا بهم. فربي يعوضك ان شاء الله عوضا جميلا ام ايناس. ناديه ربي يعطيها الصبر بالعبر، هذا واش نقولوا، ماشي ساهل. حنا رانا بعد عجبتيني سكي هربتي وخليتيني ما قدرتش، خلاص لا غالب. الموت حق على كل انسان وصعيبه، وربي يقدرها ان شاء الله ويعطيها الصبر وتوقف في كتاف خاوتها ان شاء الله. ان شاء الله. لهنايا كنت طلعت البيسكوي، كانوا يشوفوني كيفاش كنت ندير في الخليط تاع الفارينه، تروحوا مع غير بالعقل، علاش هذاك البيض اللي طلعناه ما نعاودوش نحبطه. البيسكوي راهو يطيب 180 درجه، انا لو فونتيلي، لا عندكم فونتيلي ديروا له، لا ما عندكمش فونتيلي تقدروا تشعلوا طيبوا له عادي، كيطيب من تحت البيسكوي كيطول 12 دقيقه. انا لهنا 8 دقائق نطفي له، هاو بخاسك رايح يطيب. دوكا فيريفيتو لقيت الوجه تاعو بخاسك راح ينشف، نزيد له يا ربي دقيقه ولا اثنين ونطفي له. فوالا هاو ليك لو بيسكوي، ما بقالوش ونطفي له النار. لو بيسكوي ما لازمش يطيب بزاف باش ما يجيناش هذيك لاباتيسخي ناشفه. نروحوا لهنايا للكريمه.
كريمة لازم نطلعوها. واش فيها؟ فيها كاس تاع الحليب، فيها كاس شانتيي، فوالا كاس حليب، كاس كريمة سائلة، البورسنتاج تاعها تاع المادة الدسمة 28% لما فوق، لتحت ما راهيش راح تطلع لكم الكريمة. عندي لهنا كاس تاع شانتيي، كاس كريمة سائلة راهي باردة، وكاس حليب دو بريفيرونس يكون بارد، كاس كاس كاس. حنزيد لهم 200 غرام تاع الشوكولاتة السوداء، راني درتها الدوب. وعندي لهنايا جيلاتين، قولوا لي برك الجيلاتين حطوا لنا في الوصفة شحال فيها باش ما نخلطلهمش مع الوصفة الأخرى. يلا عطونا الوصفة على الشاشة. عندي جيلاتين نحلها مع الماء، قبل ما كي نبدا نطلع في الكريمة نحل الجيلاتين مع الماء. يلا عطوني 14 غرام تاع جيلاتين. 14 غرام جيلاتين مع 20 غرام ماء. 20 غرام. فوالا. جيلاتين بودرة. شوفي سمية، لا حيديروا هذا الكاطو حياكلوه، مثلا حبت ديروه الصباح تفرح به وليداتها، ولا ما دير الجيلاتين. لأنه ما حتنقلوا، ما حتقطعوا، شغل حتخليها كخبيزة، ما دير جيلاتين، لأنه كاين الناس ما يحبوش ياكلوا لي كاطو فيهم جيلاتين، بصح لا حديروه أنيفيرسير، زعما ديروه في الليل الغدوة من داك، حتدوه كادو، لازم له جيلاتين، لأنه لاموس تبدا تلعب. شوفوني دايرة كمية قليلة، لاموس راهي شادة روحها. قلنا عندنا لهنا 14 غرام جيلاتين مع 20 غرام ماء، حليتها غير هكا بالعقل، نخليها تتنفخ. قلنا عندي كاس حليب، كاس كريمة سائلة 28% مادة دسمة، كاس شانتيي، و200 غرام شوكولاتة سوداء راني حطيتها الدوب. فوالا نطلعوهم. الحليب لاموس هذه سهلة، ما حبيتش ندير لهم هذيك تاع البيض وصفار البيض وبياض البيض، شغل كومبليكيها لهم، سهلة هذه. كريمة سائلة، كاس حليب، وكاس شانتيي، نطلعوهم تخي تخي بيان، وندوبو 200 غرام شوكولاتة مع الجيلاتين، نحطوها هكاك فيها ونزيدوها لها باش تشد روحها هاد لاموس. تخي بيان. هي هاد الطبقة اللي الفوقة نادية؟ هي هذه هي؟ هذيك الخشينة، الطبقة اللي الفوقة. شايد بنور راهي شادة روحها وكامل، فيها قلنا كاس حليب، كاس كريم ليكيد، وكاس تاع شانتيي بودرة. فوالا. ودرت 200 غرام شوكولاتة دوب، بصح ما نديرهاش دوكا الشوكولاتة حتى تبرد شوية. يعني نديروها في بيتخان؟ دو بريفيرونس بيتخان، شغل ما تقعديش تعسي فيها طلع. حليب يكون بارد. قلت لهم بارد هو وكريمة سائلة باش تطلع لهم شابة الكريمة. لهنا الشوكولاتة، كنت بديت 200 غرام شوكولاتة سوداء تاع دادا، دوبتها في حمام مائي. هاي لك شوفوا لا بغيونس، نحطها نحيها ونحطها تبرد. جيلاتين شوفوا بعد ما نفختها بالماء، راني حنحطها هنايا هكا سخونه باش الجيلاتين تعاود تتحلي. فوالا. يلا يقولوا لي عندنا اتصال. الو الو الو، مساء النور. مساء الخير بنتي رضا، شويه الصوت. اي شيء بس. الو مساء النور. الو الو سميه، مساء النور. انا ما سمعتك مليح، شوي الصوت قليل. الو يلا مانيش نسمع فيك مليح، ريدا زيد لي الصوت في البلاطو. الو الو مساء النور. مساء الخير بنتي. مساء النور، يسلمك ميمه، راني نسمع فيك هكا. انا برك فيها. واش رايكي؟ انا جيت نشارك معاك. الله يبارك ربي ان شاء الله يعطيك ويرضيك. ان شاء الله. انا من ولايه قلب. انا الله يبارك، ربي يطول في عمرك انت تاني. خليني خليني نتعرف عليك برك. شكون؟ أم جابر من قال. أم جابر مرحبا بك أم جابر. يلا وشنو هي الإجابة أم جابر؟ تبعي ألو شاف. أنا عيطت برك بس سمعت الإجابة، ما سمعتهاش. يلا قلت لك وشنو هو المكون اللي لازم نديره في لاجينواز باش نديروا لاجينواز تاعنا؟ وشنو؟ والله ما نعرفها بنتي. ما تعرفيهاش؟ ايه. هاي ندير معاك البيست دونت، قلتي لي بنتي وانا نكتبك. انا نحكمك ديما ندير وما نقدرش نحكمك. انت قلتي لي بنتك بنتي وانا نكتبك ام جابر. ام جابر ربي يخليك. راح نكتبك ان شاء الله. ان شاء الله تكوني فائزه معنا ام جابر من قالمه. وسلمي على ناديه كريمه الاخرى، وش اسمها؟ بشرى. راكم في المستوى، ربي ان شاء الله يخليكم. شكرا لك. شكرا منورين الشاشه.
منورين بيكم، شكرا لك. يلا شكرا لها ام جابر، حتى يعني الصوت تاعها كان شويه ماشي واضح، لكن معليش نكتبوها ان شاء الله الحظ يساعفها. ام قالمة، ام جابر من قالمة، نسيت اكيد ان شاء الله ربي الحظ يساعفها. كتبت اسمها راح نحطه هنا ونرجع لك ناديه. ناديه قلبت لنا كوزينه اليوم بالبيتزا. هذه هي، هما ديمونداو هذه الوصفات فلازم غير عجل الاتصال تاعها حبست على الكريمه، قلت معليش. فوالا لهنايا هاي لك الكريمه، شوفوا كيفاش طلعت. يا بالبيتخان اللي عنده البيتخان من المستحسن، اللي ما عندوش بالباتوغ تشد له شويه الوقت. طلعتها حتى دوبلات لي الفوليوم وعطاتني خفه. لهنايا درت هذيك الشوكولا 200 غرام تاع شوكولاته ذوبتها، ودرت لها هذيك جيلاتين اللي كنت شمختها في الماء. شوفوا راهي رايحه تتقلي، نمس لهنايا نلقاها مازالها شويه سخونه، ما نديرهاش هنا مع الكريمه، نخليها تبرد شويه باش نضيفها للكريمه. باش ما تطلقها عليش، لانه كون تكون سخونه حدوب هذه الكريمه اللي طلعناها. نخلوها تريح واحد زوج دقائق ولا، وبعد نزيدوها للخليط. لو بيسكوي ديالنا راهو واجد. قالت لك راكم عاكسين المقادير بين السكر والفارينه. عاود عطيني الوصفه. الوصفه ولا الكلاصاج؟ وانا غلطت الوصفه مادام قالت فارينه. الوصفه شحال هي فارينه سيفاكس؟ عينيا ما جبتهمش. لا هذا ماشي بيسكوي، تاع البيسكوي. وشنو هذا؟ 50 غرام فارينه؟ 60 50 غرام فارينه و 60 غرام سكر. بالك انا كي قلت هنا راهي سواسوا. ايه راهي سواسوا هنايا، انه اني زايده الكاكاو، اني زايده 20 غرام كاكاو يسمح تولي قريب كيما السكر. فوالا هاو لك لو بيسكوي تاعنا طاب، شوفوا خفيف ما طوليش في الطياب. فوالا نخليه يبرد شويه ونجيب هذاك المول. شوفوا المول انا ربحت الوقت، درت له سيلوفان من تحتها، ونزيد نجيب هذاك الكارتون دوغي تاع لاباتيسخي ونحطهم من تحتها باش ندير المونتاج على لاباتيسخي تاعي. قبل ما نبدا ندير المونتاج نقطع البيسكوي اللي انا راح نسحقه لهنايا. انا مانيش حندير البيسكوي ثلاثه طبقات كيما يديروا لي باتيسي، انه هذه شغل دي ترونش تاع موس شوكولا، اسمها لا موس، راهي رايحه تكون اكثر غالبه على لو بيسكوي. فوالا هاد لي شويت لهنايا تحبوا ديروا بهم لي فيغين. لهنا مثلا راح يخصني شويه، نقدر نزيد لهنايا من هاد لو بيسكوي. دونك ما كاش حارج كون نزيد لي شويه. صح تكون من تحت وشنو فوالا. اه نديروهم من تحت ما نديروهمش من الفوق. هي هاد الشوكولاته، انا كنت استعملت هذه الشوكولاته دادا نواغ، يعني ذقت كل الطبقات. صحتك. شوفي انا عجبتني في حاجه على الكريمه كيما جات حلوه. تقدري يعني تاكلي كامل تكملي هاد الترونش بلا ما تلقاي من السكر. فوالا نديمولي المهم نخليه يبرد شويه، عفوا ونديمولاه. حناني مزروبه. يلا تعليقات هم كاينين. واش تقول هاد السيده؟ البيض دافي. اه البيض دائما لما نديروا به البسكويت لازم اي حاجه نحبوا نديروها بالبيض لازم نجبدوه باش يكون يعني بدرجه حراره الغرفه. يلا نقرا تعليقات الكل. واش بها ناديه؟ يلا واش بها ناديه؟ دخلت جميله وراهي جميله وجابت لكم وصفات رائعه اليوم. عجبتني. شوفوا هذا الاسبوع راح نشوفوا وصفات رائعه من كامل لي شيف، يعني كاين تنوع. راح نشوفوا الحلويات عجبوني، كنت حنكتب لكم في الجروب انه عجبوني الوصفات، لكن خلوني نقولها على المباشر. كاين وصفات متنوعه هذا الاسبوع، لكن احنا ناس وحنا ثاني عندنا والدينا وحنا ثاني نحسوا باخواننا ونحسوا بالمتصله اللي كانت تتصل دوكا. فصدقوني البلاطو كله يعني ماناش حابين نعطوكم هذيك الطاقه السلبيه، لكن بلاطو كله يعني حزين مع ام ايناس، وحتى في التعليقات يعني راكم تكتبوا الله يرحمها الله يرحمها، فربي يرحمها ويرزقها الصبر يا رب، ويرحم موتى المسلمين ويرحم كامل الناس اللي فقدوا امهاتهم. الله غالب، هذا قلب وكما يقولوا القلب لحمه، فلازم نحسوا معاه. واحد يعيط يبكي لازم تحسي به. فوالا هنا ندير شوكولاته دوب.
سختون ولادي انا ملي كنسمع عفسه يمت شو يمت قابلنيش ما قابلها برك خلاص. انا مقبل كنت نهضر وما حبيتش كاع نشوف فيها، كنت قاعده هكا مبروش مع الكاميرا، ما حبيتش نبكي، ما حبيتش نمد لكم كما قلت طاقه سلبيه، حتى هي ماهيش طاقه سلبيه، هو فتره كل انسان يمر بها كما يقولوا. ما احنا رانا نجو رانا نطلعوا عليكم بضحكه، يكون كل واحد فينا عنده ربما مشاكل، عنده مريض، عنده اشياء، فدائما نحاولوا انه يعني انا نقول شكوى ربي سبحانه، فربي يقدرنا ان شاء الله ويقدركم كامل. يلا ناديه ان شاء الله نديرو حندو بشوكولا تاع الطبقه المقرمشه. يلا داير حساب الوقت 16 دقيقه الحين يكفوك. الله هذا ياكي يقعد 10 دقائق بك فكروني لانه ساهل غير بالفويك. قولي لي نعاونك في اللي حاجه اللي نقدر نديرها. دوكا انا مع لي زيتاب تاع لاباتيسخي، دوك نبدا لها المونتاج ومن بعد اسمها هذا الكيك ما يشدش الوقت غير نخدمو. هنا نسحق 200 غرام شوكولاته بالحليب، هذيك الطبقه المقرمشه نديرها بالحليب لانه لاموس انا درتها بشوكولا نواغ، الكلاصاج بشوكولا نواغ، دونك ندير اعتدال في الذوق. في الذوق درت هاد الشوكولاته دادا، انا من عشاق شوكولا نواغ، صح نهار دقنا هذه سنينه بلي هذه بنينه الشوكولا بالحليب صح نحبوا الحلاوه. اليوم يعني كان لي كان يعني داروا ملتقى مع وزير الصحه على مرضى السكر، يعني احنا الشعب الجزائري ربما ولا المغرب العربي يعني نستهلكوا بزاف سكر، ناكلوا بزاف سكر، كل يعني كان ما ناكلوش حاجه بالسكر ولا جينا شي كي تروحي تسافري ربما للخارج كي تاكلي هكا اون ترونش تلقيها ما تحسيش كامل، هما ينقصوا السكر. دوماج يعني دخلتنا الثقافه تاع شغل كان خلاص السكر سكن في اجساد تاعنا. صح صح. لو كان زعما كانت عندنا هالثقافه الواحد من الصغر يعود. ولفناها. يعجبوني يعني الوالدات تاع دوكا تلقاهم صغار صح يقراوا على السكر وقتاش يمدوه للبيبي وقتاش يواسيو. صح. مليح ما يولفوش ولادهم السكر ما يديروش الغلطه. خاصة كي يكونوا دي بيبي ديروا لهم، خاصة احنا وين تعلمنا السكر بزاف بالك شاطرين راينا دير في القهوه حليب، ديروا ثلاث مغارف سكر كذا ومن بعد تبقى لك عاده تروح لك حتى للكبر. والداء السكري يعني ولا منتشر عند الكبار عفوا وعند الصغار، الكبار في السن نورمالمون ينقصوا يعني من السكر لانه راح يكون حاملين للسكر لكن ما يفيقولوش حتى يديروا هذاك لي زاناليز تاع 3 مو باش يفيقوا انه عندهم سكر، فنقصوا كل ما تنقصوا في السكر مليحه لصحتكم. والله صبري عليه، انا كي ناكل عفسه مالحه لازم سيغ بلاس، يعني مش نضرب دوره ولا لازم نقول الاخراني اللي كيهم في فمي يكون تاع سكر. انا في النهار ما عندي حاجه بصح في الليل لازم حاجه حلوه، لو كوغ يعيا يدوموندي حاجه حلوه. يلا الكل يجاوب البيض البيض. حبيت فلون باتيسيير او بودينغ مباليش واش قالت. جاوبوني من فضلكم شحال ندير سمن في 3 كيلات دقيق باش ندير مقروض الكوشه. جاوبيني من فضلك شحال ندير سمن في 3 كيلات تاع دقيق باش ندير مقروض الكوشه. ايه واش دير شحال دير فيهم سمن باش دير المقروض تاع الكوشه شحال دير سمن خاطر هي قالت لك 3 كيلات سمن سمن كيلا كيلا في 3 كيلات كيلا 3 كيلات كيلا فوالا لهنا هذه الطبقه المقرمشه واش فيها؟ فيها الفويتين اللي تتباع في الاسواق والسعر تاعها ماهوش غالي كيما كانت. عندي لهنا 200 غرام تاع فويتين، ماشي شرط ديروا 200 تقدروا غير 100 لهاد لا كونتيتي، بصح ما ملي تقعد لكم تحطوها في علبه وتخدموا بها المره اخرى. عندي 200 غرام تاع فويتين، 100 غرام تاع بندق محمص، تحبوا ديروا اللوز، تحبوا كاوكاو، تحبوا كل واحد يحب يدير، لكن الطبقه المقرمشه تجي بزاف بنينه هكا بالبندق والفايتين وشوكولاته بالحليب، ولا تحبوا ديروا شوكولاته اتغطين، انا جو بريفير شوكولاته بالحليب. فوالا عندي لهنا 100 غرام فايتين، عفوا 200 غرام فايتين، 100 غرام بندق محمص ومرحي، وراني حنلمو بالشوكولاته بالحليب. عندي لهنا واحد 200 غرام شوكولاته بالحليب. فوالا ندوبها ونلم هذيك الطبقه المقرمشه. هاو نشعل الهدية. ها
يلا سي فاكس يقولي كاين اتصال استقبلوا. الو 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 سلام اختي. سلام مساء النور. كي راكي غايه؟ كي بخير؟ الحمد لله. وانت كي راكي؟ لاباس يعيشك الحمد لله. انت كامل بخير؟ الحمد لله. انا ديا غايه بخير الحمد لله. الحمد لله. خليني نتعرف عليك. ام لينا. ام ايناس. ام لينا وايناس منين؟ من وهران. من وهران. مرحبا بك ام لينا. الله يسلمك يعيشك ربي. عندك لينا وايناس؟ وعندي غير لينا وايناس. ربي يحفظهم لك ان شاء الله. ربي يحفظهم لك ويرزقكم ان شاء الله. ان شاء الله. سومية بزاف بزاف. انت شفنا بيا الله يبارك. ربي يحفظك. الله يعطيك ما تتمناي. شكرا لك ان شاء الله. ربي يفرحكي ثاني ان شاء الله يا ربي في اقرب وقت ان شاء الله. وكل محروم ان شاء الله. يلا قولي لي شنو نقول. نقول نقدر تقولي لي نقول المسكينه اللي طاشت دوكا ام ايناس نعزيها. هيا نعزيها بزاف. وشعب غزه انا كاع معاهم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. وان شاء الله يا رب العالمين. وهذه الحاجه تاع ربي سبحانه سبحانه سبحانه. لا اعتراض في قضاء الله. والحمد لله. شعب يعطينا غير الصحه ومنها درنا ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. يلا جاوبيني وفي نفس الوقت قولي لي واش راكي حابه تشوفي اطباق. هيا صحه. يلا واش نجاوب على السؤال؟ انت تبعي متتبعه وفيه. واو واو. هي دارت شفنا ديال بابي دارت الماء مع الجيلاتين. ايش دارت؟ الماء مع الجيلاتين. الماء مع الجيلاتين. هي دارت الكريمه هذه تاع كاس كريم شانتيي وكاس كاس ماء كريمه سائله. هي كاس حليب. هي دارت الجيلاتين مع الماء. جربتها صح. والله على نياتك حبيبتي عطيتيني الوصفه تاع اللي دارتها دوكا ناديه ياك. وراي مكتوبه في ليكخو. راكي تنقلي ولا مرات؟ والله راكي والله راني فصح نهضر معك اخت ما عنديش الميكرو في دخل البيت والله. حبيبتي يلا صدقتك صدقتك. راح نكتب اسمك مباشره ام لينا وايناس هكا. صحيتي حاضر ان شاء الله تكوني من الفائزين ان شاء الله. والطبق اش ما حبيتي تشوفي طبق معنا؟ وحتى بشرب الشباب بزاف بزاف. كل شيء نشوفه يعطيكم الصحة. هيا ان شاء الله نروحوا البعيد. كيما يقول لك كنتوا هذاك النهار كي أول مرة نتصل بكم أنايا. إن شاء الله ما تكونش آخر مرة ونسمعوا دائما صوتك ونسمعوا أخباركم. حبيت ندير تحية صغيرة لبغيتي صغيرة. صغيرة صغيرة أنا ديال اليوم تقتلنا ما عندهاش الوقت. ونحيي ماما في ولايه البويره بزاف بزاف نبغيها. لافامي تاع كامل كرميش سورتو ماما عزيزه بزاف بزاف. هيا ونقدم تعزيه خالصه الزوج تاعي وفاء جدو. نتمنى التوفيق. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. شكرا لك. سلمينا على العائله كامل. شكرا مع السلامه. يلا راح نكمل معنا ديال لانه ما بقالهاش الوقت بزاف. هلا لهنا هذه هي الطبقه المقرمشه فيها 200 غرام تاع فايتين 100 غرام بندق و200 غرام شوكولاته بالحليب. العفايتين تشروها البندق تحمصوه وترحيوه ومن بعد تحاولوا تغلفوا هذيك الشوكولاته اللي ذوبتوها تحاولوا تغلفوا كاع هذا. نعطيك تشمي. اعطيني نشم انا ما نقدرش نشم انا كي نشمي القندوق. بزاف رائعه هذه الطبقه المقرمشه. تقدروا ديروها في لاباتيسخي. اعطيني نذوق بهذه تاعي هذه. هلا وتقدروا ديروها في ليفيرين كقاعده وتعمروا بلاموس اللي تقعد لكم بزاف رائعه في الذوق. وبالعاني درت شوكولاته بالحليب باش تعطيني شويه حلاوه مع الشوكولاته السوداء. لهنايا واش عندي؟ عندي المول تاع لاباتيسخي تاعي كنت غلفته لو سيرسو غلفته بالسيلوفان باش ما تخرجليش. درت طبقه تاع لاموس. هاي ليك لاموس بعد ما زدت لها شوكولا كيفاش جات. فوالا درت طبقه تاع لاموس. راني راح ندير طبقه تاع لو كيك لو بيسكوي. واش عندي لهنا؟ عندي سيرو كاس ما كاس سكر. درت له عطر تاع القهوه باش نبيبي به البيسكوي ديالي. فوالا عندي كاس سكر كاس ما درت له عطر القهوه ولا قهوه سريعه الذوبان ونشمخ بها البيسكوي ديالي. نعرفوا حنا نحبوا لاباتيسخي مشمخه. نحاول نشمخ قد ما نقدر لانه البيسكوي يشرب. فوالا درت عطر القهوة. تحبوا ديروا غير لافاني ما ديروش بصح القهوة تمشي مع الشوكولاتة. فوالا شمخت هكا شوية بالبيسكوي.
واش ندير؟ نجيب لهنايا، لهنايا كي يكون عندكم الوقت حكموها الطبقه المقرمشه، حاولوا حلوها هكا قيس ان كاغي وحطوها تشد روحها شويه في الثلاجه. مي انا كون ما عنديش الوقت راني حنحلها لهنا ديريكتومون فوق هاد ال طبقه تاع البسكويت. فوالا درتي لاكريم باش تشد هذيك ال درت الكريمه هي الاولى، علاش درتها هي الاولى؟ من بعد كي تجمد نقلبها، هذيك اللي من تحت هي تولي من الفوق. درتها هي الاولى لانه على بالي باللي القاعده هذه تجيني مسقمه مسقمه، من الفوق تقدري تجيها تمدي لها شويه، بصح هذه راهي كوم راهي فوق هذا السطح راهي راح تعطيني القاعده شابه. نجيب لي سباتشو الكودي هادو ما تحقوهم بزاف في لاباتيسخي يعاونوا، نحاول نمشي هذيك الطبقه المقرمشه قد ما نقدر. يكون عندكم الوقت هاد الطبقة حلوها هكا في بابي كويسه وقطعوها بهاد المول احسن ما ديروا كيما درت انايا. بصح انا هاني سلكت روحي ودرت هذه الطبقه المقرمشه ومشيتها. واش راني حنزيد؟ طبقه تاع لاموس فوالا، يلا في نفس الوقت بيدرو اعطينا الوصفات يعني هي تهدر وحنا نعاودوا نزيدوا نشوفوا الوصفه. نزيدوا طبقه تاع لاموس، طبقه تاع البيسكوي، ونشربوا شويه البسكوي ونغلقوا على لونطخومي تاعنا ونحطوها تجمد. الخدمه انا شخيفة تخدموا هكا بلا دوي ولا بوش تجيكم بزاف شابه ومتحوفه. دونك واش درنا؟ لاموس، البسكوي، الطبقه المقرمشه، البسكوي شمخناه بيان سور، ومن بعد درنا لاموس. ها ربطي بالمغرف ديرك. نعم ربطي بالمغرف عييتك. لا على جال الوقت. فوالا الخدمه تجي يعني مقيقيه هي بلابوش، بصح معليش نقدروا نخدموا هكا بالمعاق. كنت حنقول لهم اللي ما عندوش لابوش يقدر يخدم بالملعق. فوالا نسقم هذا السطح تاع لاموس ونجيب طبقه تاع البيسكوي لهنايا. رضا عنده نفس رايي تاع المغرف. نعم رضا عنده نفس رايي تاع المغرف. بمعنى انت حديريها بسباتول حديريها نورمالمون، علاش لو كان درت بلا بوش كومبري ما نديرش بلا سباتول. سما لابوش هي راح تعاونك. نعطولهم لي ميثود اللي يعاونوهم في الخدمه. نديروا الطبقه تاع البيسكوي، شوفوا ها البيسكوي ما كفانيش، قطعت قطعه وزدتها هنايا. كنت داير حسابك بلا حتى تما تمضي فيه شويه. ايه هما كاع في لاباتيسخي كاين. اول مره قريت لاباتيسخي قلت وانا ما نديرش كنخدم زعما كيما لي بروفيسيونيل، ما نديرش هكا مقطع. كي درت ستاج بخاتيك في لاباتيسي لقيت كلش هكا مقطع ولي شو تيندار في الوسط، شغل ما لازم ما يقدرش يطر، ما لازم يديروا هاد الحيل. تما عرفت باللي ماشي اللي قراوني غالطين، انا اللي كانت خمامي غالط. فوالا نشرب البيسكوي، نغطي هاد لونطخومي ونحطها تجمد واحد زوج سوايع. بعد نجبد ندير لها كلاصاج ونجي نخليها تبات ليله كامله. لي زونطخومي لا باتيسري دو بريفيرونس قال نسحقها غدوه، اليوم نوجدها وغدوه ندير لها لا فينيسيون، ماشي نروح نخدمها عندي العشيه انيفرسير نوض نخدمها. هاد لو بيسكوي ما يتر ماشي تفتت، ونحطوه في دي فيغين مع لاموس او شوكولا. صح كيما راهم قدامكم يعني هنا في الطاوله، نستعملوا شويه هذيك لاموس وهذوك نفتوهم هكذا. هذا ما كان نديرهم يجمدوا. درت شي ديك طبقه المقرمشه، درت شويه، درت بيسكوي شربته وعمرت بلاموس. في الوسط يقدروا يديروا بيسكوي لاموس، بيسكوي لاموس. لي زامباسادا صافي هنا الحي راهي بنينه في القطيات. والله القطيات بنان. هاي ديك لونطخومي تاعنا غطوها بسيلوفان وحطوها في الكونجيلاتور تجمد من الاحسن ليله كامله زوج سوايع، ولا تقدروا تجبدوها تفينيوها. ومن بعد ديري الشوكولا من الفوق ولا دوكا نخدموا له كلاصاج. جوغ ان كلاصاج ميغواغ باش ما نديرش الشوكولا شوكولا شوكولا. لو كلاصاج هذا بزاف ساهل. واش فيه؟ فيه الماء. الماء 125 نورمالمون، 125 ماء، 150 ماء ولا 125 مانيش نشوف، تقدر تقراو لي. الوغ لا انا اقراو لنا 125 ماء، 125 ماء، 225 غرام سكر، 225 غرام سكر، وملعقة تاع جلوكوز، 150 غرام شوكولا. زعما راني نشوف. أنا تانيك سمعتهم يقولوا لي 150 فرحت زعما كني أنا شفتها. السكر والماء، ملعقة تاع جلوكوز ونديروهم يطيبوا. هاد الكلاصاج جو ما نسحقش فيه ترمومتر.
درت لهم شغل دي ميثود اللي مشي تحقي ترمومتر و نو ماشي كاع الناس عندها ترمومتر كاين ناس كيتسمع ميزان ترمومتر درتو ترمومتر ميزان ضروري فوالا باش نشوف انا درجه الحراره تاعي ومانيش قايصتها فوالا قلنا عندنا 225 غرام سكر 150 ماء ملعقه جلوكوز نخليهم يغلي حتى يدير فقاعات كبار السطح واش نزيد له لا جيلاتين لهنايا عندي جيلاتين راهي مكتوبه في الوصفه باش ما غلطكمش 14 غرام جيلاتين 14 غرام 20 غرام تاع ماء فوالا نخلطهم ونخليهم كي يغلاسيغو نزيدهم جيلاتين ضروريه في هذا لو غلاساج باش يشد لنا هذاك الكلاصاج فوالا جيلاتين اون بودغ راهي متواجده في الاسواق ماشي كيما هذيك تاع الاوراق اللي كانت بزاف غاليه وما راهيش متواجده بزاف لهنا قلنا عندي السكر جليكوز نخليهم يغليو على شكل سيغو سيغو مع الاولي بدا يدير فقاعات صغار كي بدا يدير فقاعات كبار نحيه فوق النار نزيد له الشوكولاته السوداء 150 غرام نزيد له ديك الجيلاتين نزيد له الكاكاو ونزيد له ديك الكريمه سائله نخطو بالباتور بالبغا ونخليه يشد روحو يبرد نخدمو دوكا هي راهي تجمد وهو راهو يبرد بعد ما تجمد هي مليح نديموليها ونفرغ لها من فوق الكلاصاج ونعاود نردها للثلاجه تشد روحها واحد ساعه ولا باش نقطعوها سوايع باش نقطعوها نقطعوها لازم تجمد تماما باش تتقطع فوالا نخلي هاد لو سيغو يطيب ونروح نخدم لو كيك قدامهم قلنا لاموس الشوكولا تقدروا ديروا بها دي فيغي شحال الوقت فكروني راهي 32 يلا عطوني اتصال ناخذ الاتصال بعد ما بريباراتوها باش دير الوصفه الثانية واللي هي هاد الوسمة هذه كيك ولا مسكوتش كيك الكراميل كيك الكراميل راني متشوقة هكا تاع نفتحها في الوسط نشوف واش فيها الداخل ما فيها والو كيك من الفوق لي هذاك الكلاصاج فوالا تخبي يلا نقراو شوية تعليقات الكل راهو البيض 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 يعطيكم الصحة ديروا لنا وصفات شتوية والمكون الأساسي هو البيض عجبني تعليقك وصفات شتوية راح رايحين يكونوا هذا الأسبوع مع الشيف كريمة حتضربكم واحد البلا شوف واش كتبت عجبني بزاف البلا تاعها من الاطباق اللي نحبهم يعني نحبوا لي غاتو ونحبوا وثاني نحبوا اشياء ربما اللي احنا بالك نشوفوها بسيطه الحوايج اللي زدنا عليهم كاين بزاف البطاطا فليو كاين اللي ما يعرفش يطيبها يعني كاين صوالح هادو اللي نحبوا نشوفوهم ثاني في الو شيف لهنا خلاص كي واجده نروحوا للكيك ديالنا عندي 4 حبات تاع بيض عندي 150 غرام سكر هذه كيكه الكراميل دار حاله هذا الكيك خرجت المول جديد داك تعرفي لازم كل مول يخرج يجيب له الوصفه ديالو فوالا عندك مول في الدار عندي ولكن خبيت وزان تاع الكاطو لاكا وهذا الشيء دوك لي بواط الكبار ديري فيهم كل ماما نقعد في الدار تصيبني ندير هكا علاش راني نحوسي على الكوز وزيد فيها بلاكار ولا كما قالوا واحد هذيك بيبليوتيك تاع بكري كامل كانت عندنا هذيك بيبليوتيك كبيره قال كنت راه بدات تصاورنا بكري تاع الختانه كنت راه بدات تصاورنا تاع ما كي تزوجات لي بابي كاش راديو كلش كنا نخبوا دوكا ولا بريسيج من بعد ما لقاوش وين نخبوا حتى تحت البنك وكانوا يخبوها دوكا البنك يجي هابط ما عندي جواب البنك كنا نخبوا الكاطو تاع العيد لا شفيتي كلش والله غير كلش دوكا ولا بريستيج نولوا لو كلاصاج تاعنا مقبل كانوا فقاعات صغار الا تقدروا تحكموا لنا منايا كانوا فقاعات صغار دوكا بداو الفقاعات يتلموا ويكبروا واش نزيد نزيد لهنايا نحيها فوق النار نزيد هذيك لا جيلاتين لا جيلاتين لازم نزيدها فوق سخانه لانه ما تعاودش تذوب لو كان ما تكونش وما تخدمش الخدمه ديالها لو كان ما تقيسهاش درجه الحراره نحرحرها هكا شويه نزيد هذاك الكاكاو الكاكاو باش يعطيني كحوليه قبل ما تذوب زيدي الكاكاو نورمال نعم قبل ما تذوب نحرك اون ميم تون عطيني نحرك لك وكملي معايا ونزيدو هذيك الشوكولاته نزيد لك شوكولا وحركي لي على خلاص هذاك نطفي فوالا لو كيك لهنايا واش عندنا عندنا 4 حبات بيض الفانيلا عطر الزبده والسكر السكر عندنا 150 غرام تاع سكر اللي هي كاس ناقص اندوا ندربهم غير هكا فوالا تاع
تحبوا بالباتر تقدروا تطلعوا هذا البيض بالباتر. ومن بعد نزيد الزيت، الزيت لهنايا عندي 150 مللتر تاع الزيت، نزيدهم غير بالعقل. فوالا كيما كنت تخدموا لا مايونيز زيدوا الزيت، ما تزيدوش على مره باش الخليط لو كيك تاعكم يجيكم بنين. فوالا قلنا عندي 4 حبات بيض، كاس ناقص 7 تاع السكر، ودرت الفانيلا ودرت عطر الزبده. من بعد زدت كاس ناقص 7 تاع زيت، واني حنزيد كاس ناقص اصبع تاع حليب. فوالا هاك نخليه ولا تصفيه ولا هذا يا بان ما نطفي له النار، نجيب لو بغا ميكسور ونقعد نميكسيه شغل هو يحلي دوك الفقاعات تاع الكاكاو. الكاكاو الكاكاو يا اخي كي نحطوه فوق كاش حاجه يتبركس. تسحقي دوكا نديه ملي كان ميكسيه لك ولا ما نسحقوش؟ انا حنوريه لهم برك. بعد ما خدمتو هكا لو كلاصاج، هاوليك لو كلاصاج، تميكسيوه مليح بالبغا ميكسور، تغطيوه اون كونتاكت بفيلم غذائي وتخلوه يبرد تماما. كي يبرد يكون الكاطو تاعكم جبد، تعاودوا تدفيوه ابان. كي تشوفوه هكا خفيف مستحيل تكلاصيو به، شوفوا عفسه خفيفه هكا مستحيل كلاصي. كي يبرد حيتقال هذيك الشوكولاته تجمد، جيلاتين تخدم الخدمه ديالها. نكلاصيوهم فوق الكاطو تاعنا ونزيدو نخلو الكاطو يجمد باش نقطعوه. فوالا لهنايا درت الحليب، عندي كيس ونص تاع خميره كيميائيه، وعندي عطر القهوه، عندي قهوه سريعه الذوبان، قهوه سريعه الذوبان تمشي بزاف مع الكراميل. راني حنحلها في واحد زوج ملاعق برك تاع ما، وهي تقريبا مغرف. اه لا ما عندهمش هذه قهوه سريعه الذوبان، يديروا عطر القهوه كاغيمو. نخلط هذا الخليط. عاودي واش درتي لينا ديال تما؟ درت 4 حبات تاع بيض، كاس ناقص 7 تاع السكر، كاس ناقص 7 تاع زيت، وكاس ناقص 7 تاع حليب. درت فانيلا، درت فانيلا ودرت كيس ونص خميره كيميائيه، درت عطر الزبده ودرت قهوه سريعه الذوبان باش تعطيني هذاك الكو مع الكراميل، يجي بزاف رائع. واش عندي لهنايا؟ عندي الفارينه، الفارينه الوزن تاعها 275 غرام. دوك نقول لكم ابو بخي بالكاس شحال تعطي لكم. ها فرصة الملح بيان سور ضرورية في الوصفة ديالنا، تقريبا زوج كيسان. اه ويجي واحد زوج خلاص، وليتي تعرفي الكاس سمية. اه سورتو هاد الكاس خدمنا به بزاف. وين فناه؟ زوج كيسان. اللي حب الميزان جاوني 270 غرام فارينة. نحرك هاد الخليط ديالي، نديرو نورمال شغل كيكة عادية بالباتور، ولا حبوا هكا غير بالفوي ديروا بالفوي. الماء يتزر بالفارينة طارت. راني هاربة على جال الوقت على بال. فوالا هاوليك القوام اللي نتحسر عليه، هذيك الريحة تاع القهوة حاشاك. الريحة تاع القهوة راهي رايحة تمدلي جوغ لوكو تاع الكراميل في هاد الكيكة. الكيكة تاعي لهنا راهي واجدة. واش ندير؟ نجيب هذا المول، راهو يتباع في الاسواق، ولا ما عندكمش هذا ديروا مول موسكوتو ولا مول مدور. بصح انا حبيت نعطي لكم اون ايدي على هذا المول اللي راهو يدور في الاسواق. آه لانه شكله جميل جدا يعني. آه بزاف بعد تشوفه. هاوليك لهنايا قبل ما كلاصيتو، هاوليك. رائع. سني نجي عند الياس. شوفوا الشكل تاعو بحال شباب. وبالكلاصاج شوفوا ما نديرولوش كلاصاج هكا غير بشويه سكر وحنا كلينا. انا حبيت ندير لهم كلاصاج، نحب حاجه جديده. اه هكا تخلعيهم شغل ما الا جاوك ضياف ولا يبداو حايرين. كيفاش درتي له هذاك الزيكزاك؟ فوالا لهنايا نروحوا للكريمه. شوفوا المول هذا يتدهن ما يلصقش، انا كنت خايفاته صراحه. دهنته مليح بالمارغرين وفارينا ودرت له لو كيك، طيبته على 180 درجه، خدا لي 30 دقيقه باش طاب لي. بعد ما يطيب تغسلوا المول، تخلوه يبرد وتخدموا له الكريمه، لانه الكريمه حنفرغها هنايا يعني نعاود نرجع فيها لو كيك ونخليها تبرد. كنتي فاهمه؟ اه جات في بالي باسكو واش فيها الكريمه. كريمه بزاف بسيطه، فيها نص ريتلا حليب، زوج ملاعق تاع سكر، سكر عادي، وثلاثه ملاعق تاع مايزينا، وكيس تاع فلون دوق كراميل. نخلطها ونديرها تعقد لي في فوق النار. فوق النار هنا انت نحوس عليه. فوالا بعد ما تعقد وتولي لي على شكل كريمه كل شيء طير.
كم وقت البرنامج ولا يطلب انه وصفه واحده نديروها باش يفهموا عليها بيان شفتوا كي تو الحمد لله صح اليوم صافا راهي نخلوها حتى تغلينا ديا تعقد لنا جوغ تولي اون كريم لهنا هذاك الكلاصاج كنا مازال ما درنالوش الكريمه السائله تاعو راني زدتها له حل 65 درهم على ما اظن مكتوبين المقادير انا ما نحبش نقولهم لهم نخاف تغلط نغلط فوالا جيبوا البغا ميكسي وتميكسي وهذا ال مالك حرقوني صباحتي ميكستينو نقعد نخلط لا بغيت وش داني انا نقول زاني نقولها نعاونك صبيعاتي نحرقوا شاش ما نحبش لا شوفوا هذاك لو كلاصاج راني حنميكسيه لكم كلاصاج كي تدخلوا لو بغا ما تعاودوش تخلطوا ما تخرجوش وتواسيو هكا كلاصاج تاعنا باش ما يدخلش الهواء لي بول هذوك يزيد لي قد ما نخرجوا البغا ونعاودوا ندخلوه يدير لنا لي قالك دخليه شويه لقدام بيترو باش يقدر ياخذ ما يبانلكش باسكو نوع بيترو دوك نفرغوا في ريسيبيون نشوفوه لهنا ميكسيناه علاش باش هذاك الكاكاو اللي كدرنا حبيبات يتحل لنا برك ماشي لازم مثلا يتميكسا صح هاد الكريمه اللي انا نديرو فيها تحطيها تما في المولويه سخونه وتحطي الكيك يكون ديجا طاب المول ندهنو بالزيت ندهنو مليح بالزيت وهاد الكريمه غير طيب نزيد لها زوج كريم ديسير دوق كراميل اللي يتباعوا في الاسواق زوج حبات نزيدهم لهنا لهاد الكريمه ماشي سخونه سخونه شغل تحبط لها شويه سخانه ماشي حتى تشد روحها ونفرغها في هذاك نفرغها في هذاك المول بعد ما نفرغها في المول واش ندير نجيب لو كيك اللي لازم يكون بارد ونبدا نحط فيه فوق هذيك الكريمه وراني نعبص والكريمه تطلع دوك كي نحطوا لهم الكريمه يشوفوها هلا هاوليك لو كلاصاج اللي كانوا حابين يشوفوه بس ما بان لهمش في لاكاسرول هاوليك واش نديرو نغلفوه يبرد كي يبرد راهو رايح يعقد لنا بعد ما يعقد نقدروا نكلاصيو به لو غاتو ديالنا كاين الناس ما تحبش تكسر راسها ما ديرش هاد لو كلاصاج هذيك لونتخومي كيما درتها ينحوها ونديروا لها غير شويه كاكاو من الفوق لانه راهي باينه شنو هاد لو كلاصاج راهو رايح يزيد لها اكيد على الفرامبواز قالوت واش باه فرامبواز حبيت فرامبواز في بلاصه الشوكولا رضا شوكولا مع الفرامبواز خاصها يعقد بزاف يلا شوفوا كيفاش عقدت ال شوف لهنايا نزيدو لها هاد الكريمه الكريم ديسير تاع الكراميل شحال زوج زوج لهنا هاد المول قلنا ندهنوه مليح بالزيت علاش باش ما تلصقليش الكريمه كي نجي نديمو ليه وتبرد لي راهي رايح يديمو لي فاسيل ريحه بزاف بنينه تاع الكراميل فوالا الا ما عندكمش هذا المول عندكم مول تاع موسكوتشو ولا اي مول عندكم يكون هكا فيه مدرج دهنوه مليح بزيت ديروا له الكريمه يقدر ما هذا يكون تحليه في فيغين لا لا انا خدمت زعما زيدي له شاشونتي طلعيها له ومن بعد يجي بزاف زعما تخفيه حسيتو كيما واسمو لانه بعد كي تجي من حيولي شغل فلون اه صلاح بينا حسيتو كيما واحد الياغورت او يتباع هكا تاع لا كرامه فوالا هاوليك لو مول دهنتو مليح بالزيت هاد الكريمه نورمالمون واحد تريح واحد الربع دقائق ماشي تجمد تريح برك تروح لها سخانه ونفرغها فوق لو مول او عرفوا رضا واش عرف هلا نحاول نمشي هاد الكريمه هنا شنو لازم تكون راحت لها سخانه لو كنت تشوفوا فيها ونطلعوا بزاف نديروها تقريبا نصف نشوف في نصف المول الكريمه كيما راهي نديرها في هذا المول نفس الكميه فوالا بون مانيش راح نديرها لانه كنديرها دوكا شغل حتشمخ لي الكيك انه سخونه قلنا لازم تروح لها شويه سخانه باش نحكم هذا الكيك معليش نوري لهم ابوبخي دخلوا هذا لو كيك هكايا ومن بعد واش ديروا تقعدوا تعبزوا عليه من الفوق نتوما كنت تعبزوا الكريمه راهي تطلع راهي تطلع حتى تخرج لي منها من لي كوتي نمسح هذاك اللي خرج لي الزائد ما نمسهاش كيما راهي حاولوا ما تزغدوش بزاف انه الكريمه هذيك من تحت مازال ما شدتش روحها نتوما كنت تزغدوه هي راهي تدي بلاصه ومن بعد واش ندير نحطها في الثلاجه ساعه يجمد هذا شغل ان فلون غير ندير لها هكا نحركوا شويه منه ومنه بالموس نقلبها يدي مولاي باسكو ديجا مدهونه بالزيت مدهون بالزيت دونك ما نخافش منه هذه هي رائعه
فكرة جديدة، فكرة مليحة ورائعة. يلا تجي معايا نخيرو تاع الفائزة، لأنه كي نقعد ليك توجور ما نحكمش. خيرو أروح ماشي فائزة، عطيني اسم مشتركة باش نصحوا فقط الكلمة، طلعي وهبطي وعطيني اسم نديروه في القلة تاع اللي راهم معنا في البث المباشر على الصفحة الرسمية لقناة الشورق. عطيني اسم. سندس بوزيان. حطي الدخلي عندها. هاي دايره بزاف. دوري لهم عليك. هاي دايره بزاف لي كومونتير. سندس بوزيان. سندس ولا يبان مي بوزيان هاي كاتبه شحال من كومونتير، غير البيض البيض البيض. هاي بلا سندس ندير فيسبوك يلها الكابتشور اون سي جامي. هاي لك كابش. فوالا هذه هي. يعني كتبت اسمها وحطيتها في القله، يعني على بالكم انه يوميا نختار واحد من البث المباشر ونكتبوا اسمه. روحوا على فاصل صغير، عيتكم اليوم نقعد نوض. روحوا على فاصل صغير، وقت الفاصل يلا روحوا على فاصل صغير، بعدها نتلاقاو في هذيك الطاوله الجميله. يلا نعاود نرحب بكم كامل مشاهدينا الكرام على هذه الطاوله الجميله من ايادي الشاف ارواح شاف شاف ناديه بحبيبتي. كلك جمال ولكن تناسقه توجه حضرتي اليوم بالونتخوني تاعنا تاع الشوكولا موس شوكولا. تقدروا تخلوها هكا كاري بالفوق زينتها غير بشويه هكا تاع مكسرات درت لهم كراميل برك كوم الشوكولا يمشي بزاف مع كراميل. لا موس الاخر جو بريفير ما نكثروا لهمش لا ديكو من الفوق. صح. ولا تقطعوهم قطع هكا، يا انا هذه وحده نص درتو هكا ونص درتو هكا. رائعه. لو كيك كنتو شفتوا الطريقه كيفاش درناه، نتمنى انا تسيو بيض لو مول لانه بزاف يشهي لو مول ديالو. زينتو غير بشويه شانتيي وشويه كاكاو من الفوق، كون تقدروا تخلوه غير بشويه سكر من الفوق. والفوق راه فلون يترعد يا مولاي. يترعد يا مولاي فوالا. رائع. وهذه نورمال الناس اللي ما يحبوش هذا ال... شوفوا كيفاش يترعد. ولا لي فيغين كيما قلت لكم اللي واش يقعد لكم من لاباتيسري تاعكم تقدروا تشكلوا به دي فيغين. المهم الريسكاله تاع كل حاجه. حاجه ما تترمى. انا عندي ميلاد عيد ميلاد عمي، نقول له ربي يحفظك وربي يخليك لينا يا احلى عم ان شاء الله ويطول في عمرك ان شاء الله. ان شاء الله عيد ميلاد سعيد ليه وكل الناس اللي اعياد ميلادهم اليوم. انا نقول لكم نضربوا لكم نفس الموعد على نفس القناه غدا ان شاء الله، لكن الشيف مختلف الشيف بشرى غدا ان شاء الله كذلك راح تعطيكم بعض الحلويات اللي طلبتهم، فكونوا اوفياء وكونوا في الموعد. سلام.